بعض الناس إذا مات منهم شخص يأتون بمن يقرأ القرآن على ميتهم، وفي اليوم الثالث يكلف أنفسهم كثيرا من طعام ومبالغ تدفع لمن يقرأ القرآن. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، وهو بدعة ولا ينفع الميت بشيء. الواجب نحو الميت أن تنفذ فيه السنة من الإسراع في قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، والإسراع بتجهيزه، والإسراع في تغسيله وتكيينه والصلاة عليه ودفنه. هذا هو المشروع في حق الميت. وكذلك إذا أراد أن ينفعه بشيء فليتصدق عنه على المحتاجين، ويدعو له ويستغفر له. هذا هو المشروع، ويحج عنه ويعتمر، لا سيما إذا كان عليه حجة الإسلام أو عليه نذر حج أو عمرة، فإنه يسدد ذلك عنه من تركته، يسدد ذلك عنه من تركته، وإن لم يكن له تركة وسدد عنه تبرعا فهذا عمل حسن. هذا هو الذي ينفع الميت، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكذلك إذا ذبح له الأضحية، إذا ذبح الأضحية ونوى أجرها له، سواء ذبح له أضحية مستقلة أو أشركه مع نفسه ومع أهل بيته، هذا عمل طيب أيضا، وفيه أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى، لأنها سنة وشعيرة، وفيها منفعة للفقراء والمحتاجين، وتوسيع على أهل البيت، وشكر لله سبحانه وتعالى، فهي قربة تنفع الحي والميت. أما استئجار المقربين وعمل الطعام وصنعة الطعام بعد الوفاة، فهذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من البدع، من النياحة. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنها بدعة ولا ينفع الميت. وإذا كانت تكاليف هذه الإجراءات مأخوذة من التركة فهذا ظلم للورثة. وإن كان الميت عليه ديون وتركت ديونه وأقيمت هذه الإجراءات فهذا ظلم للميت أيضا وظلم للغرماء. الحاصل أن هذا عمل لا يجوز لأي حال من الأحوال.